السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، مرحبا بالجميع. دائما كرة الطائرة الشاطئية على طول السنة على مستوى جمعية أوربان سانت فولي طريق الساحلية مدينة الرباط، دائما في إطار الأبواب المفتوحة. اليوم الأربعاء، اليوم 20 أفريل، مقاطعة اليوسفية. دونك من بعد ما دوزنا الأبواب المفتوحة على مستوى الثانوي، دابا السلك الإعدادي، وكاينين في ثلاثة ديال المراحل. المرحلة الأولى مقاطعة يعقوب منصور، والمرحلة الثانية مقاطعة اليوسفية، والمرحلة الثالثة مقاطعة أكدار الرياض وأحسان. كل يوم الأجواء كانت صراحة، واخا تنشوفوا دابا السماء زرقاء، يعني قبيلة كانت صراحة الشتاء اللي مشاو بزاف ديال التلاميذ والتلميذات، يعني هي صراحة كانت سحابة دايزة، مي على عين أمطار الخير هذه. شكر جزيل الاخوان الاساتذه اللي كان الحضور ديالهم، يعني رغم ان الجو يعني ما تيسمحلناش، كان يعني رياح قويه، ويعني كانت الشتا اللي مشاو بزاف ديال الوليدات والبنات. وعلى العموم احنا خدامين ليه مع واحد المجموعه 15 تلميذ وتلميذه. على العموم رغم الرياح القويه والشتا اللي طاحت، حاولنا نديروا واحد يعني مسابقه ليا بسيطه ديال الارسال وديال جونغلاج افيك لو بالون، يعني على مستوى لا مونشيت، باش بالتالي ممكن اننا نعزلوا الرتبه الاولى والرتبه الثانيه والرتبه الثالثه بالنسبه للذكور وبالنسبه للاناث، باش نعطيهم البدله الرسميه ديال كره الطائره الشاطئيه اللي هي هديه رمزيه فقط لتحفيز هاد الوليدات. دائما في اطار كره الطائره الشاطئيه تنشكروا الاخوه الاساتذه التربيه البدنيه، كل الجميع تنشكروا الجميع اللي ساهم في هذا النجاح الى هذه الابواب المفتوحه، السلك الاعدادي مقاطعه اليوسفيه. وكما قلنا دائما تسليم يعني الجوائز، يعني اللي هما عباره عن بدله رياضيه تخصص كره الطائره الشاطئيه، مع احسن هذا الوليد هذا التلميذ احسن يعني واحد تيدير لا مونشين الابواب المفتوحه دائما على مستوى جميع المراكز الرياضيه المدرسيه، كذلك على مستوى احسن بنت تدير لا مونشين، احسن مونشين على مستوى الفتيات. تنشكروا السيد المدير، نشكر السيد المدير ديال إعدادية أميرة عائشة،
هو لا مونشيت احسن تلفيل تبارك الله تيدير حتى هو لا مونشيت عمرو وعالم. الشكر الجزيل دائما للاخوه الاساتذه دائما على مستوى اعداديه عمرو عالم. الشكر الجزيل للاستاذه المحترمه على الحضور، شكرا جزيلا. كما تلاحظوا هنا تالق عمرو عالم واميره عائشه، ودائما الشكر الجزيل للاساتذه التربيه المدنيه. ما خصناش نساو اننا ابطال افريقيا جوج المرات على التوالي، وان شاء الله هذه السنه ان شاء الله الرحمن الرحيم تكون المره الثالثه اللي غتكون على التوالي. وكذلك الشباب ديالنا كما تنقول يتقنون هذه الرياضه وتحبوا هذه الرياضه، يعني كاين بزاف الاقبال على مستوى الرياضي، لكن كل هذا مجهودات بيان سور الجمعيه ديالنا الوحيده بالمغرب اللي تقوم بهذا العمل الجبار، الا وهو تكوين وتاطير هاد الشباب ديالنا على طول السنه. صراحه راه الدور اللي تيلعبوا استاذ التربيه البدنيه في هذه التظاهرات الرياضيه صراحه زعما والله الا راه مشكور. دونك بدوري تنشكر جميع اساتذه التربيه البدنيه، الشكر الجزيل على التعب ديالهم، على يعني انهم حضروا معنا في هذه الابواب المفتوحه المرحله الثانيه مقاطعه اليوسفيه، رغم ان العديد ديال البنات صراحه طاحت الشا هذيك نورمالمون صحابه اللي هي دازت مي طاحت بزاف ديال الشا، دونك الاغلبيه مشاو، لكن تنوعد انا مقاطعه اليوسفيه اننا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نديروا اون اوتر جورني اللي ممكن نستافدوا منها يعني ونمارسوا كره الطائره الشاطئيه، بالرغم ان يعني هناك يعني رياح قويه والارض كما شفتوا الارضيه شويه يعني فزقات، رغم ذلك الحمد لله هذه الابواب المفتوحه دازوا يعني في مستوى رائع، وتمكنوا هاد الوليدات انهم ياخذوا فكره على كره الطائره الشاطئيه بصفه عامه على مستوى لا مونشيت، يعني الطريقه ديالها على مستوى الوضعيه ديال الارجل على مستوى لو ديبلاسمون. صراحه تنشكروا هاد الوليدات بزاف اللي تبارك الله تيستقبلوا المعلومه يعني بطريقه سريعه، وكما تنقول دائما شبابنا مستقبلنا. تبارك الله عليكم الاخوان، شكرا جزيلا للجميع، وان شاء الله الرحمن الرحيم يوم السبت مع مقاطعه اكدل الرياض وحسان. السنه المقبله ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تكون مسار رياضه ودراسه، يعني سبور ايتود، ما يكونش غير على مستوى كره القدم ولا على مستوى كره السله ولا على مستوى كره اليد، كذلك على مستوى كره الطائره الشاطئيه اللي تنحبوها جميع، واللي كما قلت هاد السنه هذه اندمجت كبطولة إقليمية وجهوية ووطنية على مستوى البرمجة. والشكر الجزيل دائما المكتب الارتقاء بالرياضة المدرسية، شكرا للسيد المفتيش، وشكرا لجميع الأساتذة اللي سهروا على النجاح ديال هذه الأبواب المفتوحة. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.